أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. ابتكر توأمان من الأرجنتين يبلغان 16 عاما من العمر جهازا محلي صنع يساعد في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وطور الشقيقان خواكيم وأخوان إغناسيو ماديرا جهازاً ذكياً مزوداً بشاشة يتغير لونها من الأخضر إلى الأحمر عندما يقترب شخص ما لمسافة تقل عن مترين. وأوضح أخوان أنه يمكن استخدام الجهاز في الشركات والمصارف والمؤسسات العامة وفي أي مكان آخر. اكتشفت مجموعة من علماء الآثار المصريين توابيت مصرية قديمة عمرها نحو 2500 عام في منطقة الجيزة جنوب القاهرة. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم اكتشاف 59 تابوتا خشبيا بعضها أسود اللون وأخرى ملونة على هذا النحو، بعضها محمي بمادة الريزين، وأضاف وأخرى فيها مومياء بحالة ممتازة. وجرى اكتشاف التوابيت المحفوظة جيداً وعددها 59 تابوتاً إلى جانب 28 تمثالاً للإله بتاح سوكر في أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والمعروف باسم مقبرة العاصمة المصرية القديمة ممفيس، وتقع بالقرب من هرم زوسر الذي يعود تاريخ بنائه إلى 4700 عام. وتفيد التقارير بوجود العديد من التوابيت الأخرى في المكان التي لم يتم الكشف عنها بعد. أعيد افتتاح مدينة الأشباح في فاروشا في الحي الجنوبي المهجور من فاماغوستا شمالي قبرص للزوار بعد إغلاقها لمدة 46 عاماً في خطوة أعلنتها السلطات التركية، ومر الزائرون عبر السياج المؤدي إلى الشاطئ أثناء التصوير بدهشة. وقال أحد الزائرين: ينتابك شعور بأن الناس كانوا يتجولون هنا ذات مرة، هذا وشهدت الأعلام التركية بينما يتقدم الناس في الشوارع المهجورة. تستعد شركة ناشئة في العاصمة النمساوية فيينا لإطلاق اختبار كوفيد ذاتي بهدف تبسيط عملية الاختبار وتسهيل التجمع في الفعاليات الكبيرة. وكان كل من فيت آندير وعالم الفيروسات كريستوف شتاتينجر قد أدليا بتصريحات لإطلاق ما وصفوه بأنه أول مجموعة اختبار لفيروس كورونا ذاتية في العالم. ويتمثل الهدف الرئيس للمشروع في تقديم حل لقطاع السياحة وإقامة الفعاليات، وتعد مجموعة اختبار كورونا الذاتية أول منتج من نوعه موثق ومعتمد من قبل حكومات وسلطات رسمية، وهو يتألف من اختبار غرغرة وتطبيق هاتف ذكي، حيث يمكن للشخص الذي يجري الاختبار إجراء فحص الهوية على الإنترنت والحصول على نتائج الاختبار فور انتهاء العمل في المختبر. كشفت شركة إيهانغ للمركبات الجوية المستقلة عن الإصدار الجديد من طائرتها المسيرة، والتي تهدف إلى تنشيط الخدمات اللوجستية الجوية القصيرة إلى متوسطة المدى في المناطق الحضرية والريفية. وتقول الشركة إن طائرتها المسيرة الجديدة قادرة على حمل 216 لتراً أو 200 كيلوغرام حسب نوعية الشحنة، وهي أكبر حمولة لطائرة مسيرة متعددة المراوح تعمل في مجال الخدمات اللوجستية الجوية حتى الآن. بدأ
بدأت أعلى عجلة ترفيه دوارة في اليابان والمعروفة باسم عجلة أوساكا بمنح زوارها تجربة ركوب مرعبة، خاصة في عجلة جحيم الزومبي التفاعلية الجديدة. واتخذ منظمو الرحلات في عجلة الزومبي كل التدابير الممكنة لمنع انتقال عدوى جائحة كورونا، بحيث يتمكن الزوار من الاستمتاع بالرحلة في بيئة آمنة. وصممت مقصورة العجلة بحيث تكون مغلقة عن العالم الخارجي، ويترك الزائر في ظلام دامس مع سماعة رأس وشاشة يظهر عليها الزومبي أثناء الرحلة المخيفة. منحت جمعية نوبل ومعهد كارلونيسكا جائزة نوبل للطب والفيزياء لعام 2020 إلى هارفي جي آلتر ومايكل هوتون وتشارلز إمرايس عن اكتشافهم فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وأعلن الجائزة الأمين العام لجمعية ولجنة نوبل البروفيسور توماس بريلمان، وساهم العلماء الثلاثة بشكل كبير في مكافحة أحد أشكال التهاب الكبد الوبائي الذي ينتقل بواسطة الدم ويسبب تليف الكبد وسرطان الكبد بين المصابين، الأمر الذي يعد مشكلة عالمية لا تزال تؤثر على حياة الملايين حول العالم، ويعتقد أن اكتشاف الفيروس أنقذ حياة الملايين من الناس. قام طالب أمريكي يدعى جاكسون من ولاية تينيسي بتصميم مفاعل نووي نشط، وبذلك دخل جاكسون البالغ من العمر 12 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر شاب سناً أحرز نجاحاً بارزاً. وكان جاكسون يعمل على تصميم مفاعله النووي طيلة عامين ولم يستعن بدعم أي شخص آخر، على الرغم من الصعوبات التي اضطر إلى حلها أثناء تجميع المفاعل. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. تحولت منطقة جشمة السياحية في ولاية إزمير التركية إلى وجهة مفضلة لعشاق الغوص خلال السنوات الأخيرة، لما تزخر به سواحل المنطقة من ثروات طبيعية وحياة بحرية. الجمال والمميزات التي تتمتع بها المنطقة حولتها إلى وجهة مثالية للسياحة ولعشاق الغوص الذين يجدون فيها متعة لا تضاهى، فجذبتهم إليها بشكل كبير، فهي غنية بالحيوانات والنباتات البحرية. ويقدم المركز المسؤول هنا خدمات التدريب على الغوص للهواة، مع الأخذ بعين الاعتبار تجاربهم وخبراتهم في ممارسة هذه الرياضة، حتى أن الطاقة الاستيعابية للمركز لم تعد كافية بسبب كثافة الإقبال، مع أن موسم الغوص هذا العام كان قصيراً على خلفية التدابير المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا. وأهم ما يلفت الانتباه في الغوص في هذا المكان أن هناك نحو 20 منطقة غوص في جشمة تحتوي على أسماك الشفنينيات ذات الأجنحة التي يمكن رؤيتها في منطقتين للغوص فقط في تركيا. كذلك تحتوي المنطقة على حطام سفينة غرقت إثر حادث تعرضت له قبالة سواحل جشمة عام 2004، ووجود حطام سفينتين تاريخيتين
ترجعان للعهد العثماني. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حيكون حديثنا عن البلازما أو ما يعرف بالPRP. لنأخذ فكرة بالبداية عن الدم. الدم يتكون من كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء، وسائل البلازما. يمتاز سائل البلازما لاحتوائه على البروتينات أو الخلايا الجذعية. نقوم بسحب الدم من المريض، وذلك بعد إجراء التحاليل المناسبة للمريض لمعرفة في إمكانية استخدام البلازما، ويتم وضعها في أنابيب مخصصة للبلازما، وإضافة مادة مانع تخثر للدم لمنع تجلطه، ووضعه بجهاز يعرف بجهاز السنترفيوج أو الطارد المركزي. بعد فترة معينة من الزمن، يعني بعد تقريباً 20 دقيقة، نقوم بأخذ مادة البلازما وحقنها، سواء كان بفروة الرأس أو بالبشرة، حيث تساعد على زرع الخلايا الجذعية في المنطقة المصابة، وتساعد على إنتاج بالنسبة للبشرة لإنتاج الكولاجين والإلاستين اللي فقدتها البشرة على مرور الزمن. تستخدم البلازما لحل تقريبا جميع مشاكل البشرة، من ضمنها التصبغات، التجاعيد، علاج الندبات وعلاج آثار حب الشباب، كما يمكن حقن البلازما في فروة الرأس لتوقف تساقط الشعر وإعادة نضارته واستعادة حيويته. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.